يا دكتور، هذا قسم التفاسير، التفاسير كلها من تفاسير أهل السنة والجماعة، وهذا قسم التفاسير، وهذا قسم الأحاديث، كنز العمال، تحفة الأحوال، بذل المجهود، والسنن الترمذي، الجرح والتعليل، والمستدرك، والصحيح البخاري، وهذا قسم الأحاديث، الصحيح مسلم، مرقاة المفاتيح، فتح الباري، شرح صحيح البخاري، نعم، عمدة القارئ، الإرشاد الساري، كلهم من شروح البخاري الشريف، وهذا قسم الأحاديث، وهنا قسم الفقه، فقه الأحناف، وهذا قسم الأحناف، فقه الأحناف، البحر الرايق والفتاوى في الوقائع المصرية، شرح المجلة من كتب العثماني الذي كتب في عهد العثماني، ورد المحتار، نعم، وكتاب المبسوط، بدائع الصنايع، نعم، الفقه الإسلامي، وهبت الزهيلي، شرح فتح القدير، من الكتب التي ألفت في عهد العثماني، المحيط البرهاني، فتح باب العناية، نعم، وهذا قسم الأصول، كشف الأسرار، كشف الأسرار، أصول السرخسي يا شيخ، نعم، وهذا قسم العقيدة، شرح المواقف للسيد الشريف الجرجاني، وشروح العقائد النسفية للشيخ تفتازاني، وهذا كلهم من كتب العقيدة، الشرح الكبير على عقيدة التحاوية، السعيد عبد اللطيف هودة يا شيخ، وكتب أخرى، نعم، وهذا تحفة المريد، وكلهم من كتب العقيدة الماتريدية في مكتبتنا يا شيخ. وها هنا أجد نبحث من كتب، نعم، وهذه من الكتب القيمة، المسامرة، شرح المسايرة، كمال الدين محمد ابن همام الحنفي، الذي يعيش في العهد العثماني رحمهم الله. وهذا قسم التسوف والعرفان، التسوف الإسلامي، إتحاف السادة المتقين بالشريح حياة علوم الدين، والطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية للشيخ عبد الغني النابلسي، إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، قوت القلوب، وهذا البريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدية، وهذا من أمهات الكتب العرفانية والتسوف الإسلامي، مجموع رسائل للإمام الغزالي، وهذا جامع كرامات الأولياء للشيخ إسماعيل يوسف إسماعيل النبحاني، وهذه من أمهات الكتب العرفانية الشيخ، وكتب الشيخ ابن عربي رحمه الله، الذي هو الذي قال بإيجاد الدولة العثمانية بإلهامات وكرامات، نعم، وهذا قسم الصرف والنهو، كتب الصرف والنهو، وهذا قسم السير والتاريخ، وهذا قسم المعاني والبيان، وكتب المنطق، وكتب شتى، كتب مكالمة، وهذه القسم، وهذا القسم يا شيخ، كتب الشيخ العلامة محمد سعيد رمضان البوتي رحمه الله، الشيخ الشهيد محمد سعيد رمضان البوتي، هو أحد الأساتذة الكبار في العالم الإسلامي رحمه الله، وهذه الكتب كله كتب الشيخ محمد سيد رمضان البوتي، وشرح وتهليل الحكم العطائية الشيخ سيد رمضان البوتي، وهذا الكتب كتاب كبرى اليقينيات الكونية للشيخ سيد رمضان البوتي، وهذا الكتاب يدرس في بعض جوامع في بعض الجوامع الإسلامية في تركمان الصحراء، كتاب حول العقيدة، كتاب قيم، كتاب جيد يا شيخ يا دكتور رحمه الله. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.